845 تحية خالصة، تحية خالصة لكل الشعب الجزائري بهذه المناسبة، ولشبابنا إن شاء الله أن يكونوا خير خالف لخير سلف، وكذلك بيوم العلم للصحافة اللي هم شاركوه البارح في أول ماي. ولماذا تشاركون في أول ماي؟ يوم صحافة، يوم صحافة الذين شاركوا في من طورة التحرير، وفي الأيام السوداء لتبقى الجزائر واقفة رقم الدواء والعدم مهما الصعوبات اللي تقاوها الصحفيين الجزائريين والجزائريات. مدوا الكثير هذا الصحافة لوطنهم، مثل ما مد عيسى مسعودي رحمه الله المجاهد، زاد لنا 50% في الإذاعة الجزائرية في طورة التحرير. صحافة انهاروا. ولماذا؟ يكون تكريم واجب لهذا الصحفيين والصحفيات، أم يخدموا على وطنهم؟ هما فضلوا الجزائر قبل كل شيء. لكن يا للأسف مازال عندنا عناصر، صح، مازال عندنا ناس مازال يتمشوا على يد العصابات الأولى. ولماذا؟ وأنا نقول بلي كاين، ما نكروش روحنا، كاين العصابات وموجودة، والتغير متواصل كما قال الرجل، متواصل لا رجعة فيه إن شاء الله الرحمن الرحيم. لهذا كما هذه المظاهرات اللي راهم يديروها، حنا المظاهرات نعرفوا المظاهرات هي نتاع 19 فبراير 2009، الذي حقق كل أهداف الوطن وحقق كل التغيير وحقق كل ما كانوا يتمناوه، ويحيى الجيش الوطني الشعبي، سليل الجيش التحرير الوطني اللي نقطة دم ولا سالت في هذا الوطن. من نمت مشنت راهم يحضروا حتى للجزائر في المظاهرات؟ اين المظاهرات هذه؟ واش بغيتوا تحققوا؟ كاينش حقيقة اخر من المظاهرات الاولى اللي حققت اهدافها وحققت الجزائر؟ لا لا، انا نشكر الامن الوطني باشكاله، مدنيين وعسكر الذين صاهرين ليل نهار على ممتلكة الدولة وممتلكة المواطنين، وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية جيش التحرير، جيش الوطني الشعبي، سبيل جيش التحرير الوطني، العمود الفقري لحماية الجمهورية من يد الزبناء والخونة وحماية حدودها من أقصاها إلى أقصاها. كل ما تسأل له نفسه فجيشنا في المرصاد، مثل ما وقع في العرجة في الصحراء الجزائرية، غيرنا جيراننا بغاو يتهموا الجزائر باللي هي تصنع المخدرات، أرواح الأمم المتحدة تصوروا الجزائر، هذا عيب وعار، تبعث لنا المخدرات والحبوب الكحلة لبلادنا هنا وتقول باللي الجزائر صنعنا في المخدرات. حكومة المملكة المخزن، لا نقول الشعب الجزائري، الشعب المغربي الشقيق، لا نتهم الشعب المغربي الشقيق، حكومة المخزن. لكن الجيش نتاعنا كان في المرصاد ليبرهن امام العالم ها من يصنعوا، خرجوا الف وما اكثر من الف من هذه البقعه هذه نتاع العرجاء، هما مغاربه في سنين كانوا ضاربين عليهم الناحيه ياكلوا على ارواحهم، بصح كي بقاو يتهموا ها الجيش نتاعنا كانوا. اخرج من الارض هذه. شوف هنا النصر يعود للجيش الوطني الشعبي يا جماعه. وعلى كل حال نشكر كل السلطات المعنية اللي واقفة أمنية وعسكرية في ولاية عين تيمشنت هذه على الأمن، وخاصة الدرك الوطني، راه ما قلبوا واللي بيعهم يقدروا في المخدرات في عين الطلبة. نشكرهم الشكر الجزيل، وعلى رأسهم السيد الوالي المحترم لهذه الولاية الفاتية المجاهدة إن شاء الله برجالها ونسائها. أنا أقول باللي رمضان مبارك إن شاء الله، وإحنا على أبواب العيد الفطر، وعيدكم مبروك، وكل عام والجزائر بخير، ونتمنى لرئيسنا المزيد من الجهود الجبارة لخدمة هذه البلاد والعباد، ويواصل الجزائر إلى بر الأمان، بالأمن والاستقرار لا رجعة فيها أبداً.
ابدا. وعيدكم مبروك وكل عام انتم بخير والجزائر بخير. الجزائر بخير كل عام والجزائر بخير مهما ما يوقع ما يحدث، ولكن ما يقرا المجد والخلود لشهداء الابرار وشهداء الواجب الوطني، وتحيا الجزائر. السلام عليكم.